الشباب الإيراني للمشاركة في الحرب بسوريا والعراق واليمن. محللون ذهبوا إلى أن هذا الاعتراف الإيراني دليل جديد على دور النظام الإيراني في تجييش المنطقة. إيران إذن تعترف رسميا بنشر 200,000 مقاتل في 5 دول بينها العراق وسوريا واليمن. أي تبعات دولية لهذا الاعتراف؟ تأكيد أول دولة تعترف بأنه عندها 200,000 مقاتل خارج حدودها. عادة حتى الدول الكبرى لا تتحرك إلا بمظلة دولية. انظر أمريكا الآن دائما إما تلجأ لمجلس الأمن أو الأمم المتحدة تحاول، يعني نحن لا نبرر طبعا تحركات أمريكا في المنطقة، ولكن دائما تحاول تستظل بمظلة شرعية. كل الدول هذه التي تتحرك تحاول دائما يكون عندها تزويغ قانوني. طبعا التدخل الروسي الأخير هذا جاء هكذا، لكن إيران تعترف بأنه عندها 200,000 مقاتل خارج البلد. أي تبعات دولية لهذا الاعتراف؟ ما المطلوب الآن على المستوى العربي وعلى المستوى الدولي؟ تحت أي مظلة تعمل هذه القوات؟ هذا مهم للغاية. أرسلتها إيران لخمس دول في المنطقة، وماذا تفعل بالضبط هذه القوات؟ يعني تزرع الشجر؟ تغيث الملهوفين؟ أم ماذا بالضبط؟ لا، وبالمناسبة الخمس دول التي تتحدث عنها إيران هي خمس دول مشتعلة، حتى تعرف. ثم، وهذا أيضا ربما سؤال يبدو مهم، ما الذي دفع إيران للاعتراف بهذا الأمر وبهذه الفجاجة؟ وكأنها تقول للعالم وللعرب تحديدا روحوا بلطوا البحر. هذا هو موضوعنا. على كل حال، لمن له رأي أو تعليق، وآمل أن من يشارك معنا يضيف طبعا لما تطرحنا. ضيفنا في بداية هذه الساعة دكتور إيران كنعان، وهو أستاذ العلوم السياسية، ينضم إلينا من فيلادلفيا بالولايات المتحدة. دكتور كنعان، مساء الخير. مساء الخير لحضرتك وللجمهور والمشاهدين الكرام. أهلا وسهلا بك. يعني ما الذي أضافته إيران باعتقادك بهذا الاعتراف؟ إيران معروف بأنها متورطة بشكل أو بآخر في العراق، وكذلك في سوريا، وكذلك في اليمن. إذن ما الذي سيضيفه، يتساءل البعض ربما، بهذا الاعتراف؟ هذا المشروع الإيراني بالمنطقة، واللي إلى الآن صار له عقود طويلة، تحاول إيران تمرير هذا المشروع الإقليمي، إلا أن هناك كان عقبات، أهمها أن مصلحة إيران في المنطقة كانت تتنافر ومصالح الغرب. أما الآن فهوى الغرب جاء بما يتناسب ومصلحة إيران في المنطقة، وبالتالي إيران أصبحت الآن في وضع تستطيع وعلى الملأ إعلان على مشروعها العدائي، وخصوصا في منطقة الخليج. ولن ترى أي تحرك غربي لا من الولايات المتحدة الأمريكية ولا من روسيا اتجاه إعلان إيران نشر 200,000 جندي، أو كما قيل في بعض المقالات 400,000 جندي حتى. طيب، يعني أنت يعني تجاوزت السؤال الذي طرحته الحقيقة، وتحدثت على الجرأة الإيرانية في هذه المرحلة، ولكن سنعود إلى هذه النقطة. أنا أعود للنقطة التي أردت أن أبدأ منها، يعني هل الأرقام هي المهمة في هذا الاعتراف الإيراني، أم الإعلان هو المهم، أم كليهما؟ يعني معروف بأن إيران متورطة في أكثر من بلد، ما الذي سيلفت انتباه العالم في هذا الاعتراف الجديد بصيغة أخرى؟ يعني أخي الكريم، العدد، عدد الجيوش أو عدد المقاتلين اللي نشرتهم إيران ليس بذات الأهمية، يعني التي توازي أهمية الإعلان الواضح والصريح وعلى الملأ أن إيران الآن أصبحت قوة إقليمية تستطيع التأثير على صناعة القرار، ليس فقط في هذه الخمس دول، وإنما هناك دول أخرى على برنامج إيران والعداء الإقليمي للمنطقة، وستكون البحرين في مقدمة هذه الدول، ومن بعدها قطر والإمارات وأهل مجرى، إلى أن تستطيع إيران حصر السعودية في الزاوية، بحيث تستطيع تمرير كل سياساتها في المنطقة بدون منازع. طيب، قبل أن نقفز عن هذه الدول الخمسة دكتور كنعان، يعني وأرجو منك يعني ربما تحليل استراتيجي إن صح القول، لماذا ركزت إيران على هذه الدول الخمس، منها ثلاث دول عربية وأيضا باكستان وأفغانستان؟ ما الذي تعنيه هذا للمشروع الإيراني هذه الدول الخمس؟ هذه الدول الخمس هو شريط منطبق
إقليمي، بحيث من يسيطر على وسط آسيا وشرق آسيا يستطيع أن يسيطر على معظم أجزاء العالم أخي الكريم. وهناك روسيا، إذا سيطرت إيران بشكل أو بآخر أو استطاعت صناعة ممر آمن لها في هذا الشريط، باكستان، أفغانستان، العراق، إيران، اليمن ولبنان، فهي تستطيع التأثير ليس فقط إقليميا وإنما إلى ما بعد ذلك دوليا. ولا تنسى أن روسيا تدعم روسيا كل أو أي مد إقليمي أو مشروع إيراني في المنطقة، لأنها ستكون فيما بعد مصلحتها الخاصة، وبالتالي ستستطيع الظهور على الساحة الدولية وتكون مناهض للولايات المتحدة الأمريكية. تلاقت المصالح الإيرانية الروسية أخي الكريم في هذه الدول. ولا تنسى أن الباكستان هي من أكبر الدول المسلمة السنية، وإيران لا ترغب في ذلك. إيران ترغب في مد شيعي موالي تمام الموالاة إلى طهران. طيب، هذه القوات لو أردنا أن نبحث، طبعا الوضع ربما في 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 العراق وسوريا وحتى في اليمن إلى حد ما واضح، هناك صراعات واضحة، ولكن في باكستان وأفغانستان القوات الإيرانية هذه التي تتحدث عنها طهران ماذا تفعل هناك بالضبط؟ هل لك أن توضح لجمهورنا الكريم يعني دور هذه القوات الإيرانية في هاتين الدولتين في ماذا يتمثل؟ يعني بشكل عام هذه القوات الآن صامتة وتعمل لخلق قاعدة إلى ما بعد لتمرير سياسات كما كانت في اليمن أخي الكريم، وكما كانت في سوريا. قبل ما صارت الثورة السورية كان هناك قوات إيرانية وكان هناك سياسات إيرانية في سوريا. سيأتي الوقت المناسب لتتحرك هذه المقاتلين أو الوحدات أو إلى آخره الموجودة في أفغانستان وباكستان. طيب، إيران تقول للعالم الآن دكتور كنعان أنا قوية، أنا دولتي أو إمبراطوريتي لا تحدها الحدود الإيرانية، أنا لدي قوات في 5 دول ولدي 200,000 مقاتل. ماذا تريد إيران يعني من جانب آخر؟ يعني تريد أن تفرض نفسها فاعل قوي حتى تحترم أكثر بعد هذه الاتفاقات طبعا مع الدول الغربية ومع أمريكا تحديدا فيما يتعلق بمشروعها النووي، أم أرادت أن ترسل رسالة للعرب، أم لمن بالضبط؟ إلى الطرفين أخي الكريم. إيران الآن على بعد خطوة واحدة من تحقيق الحلم الإقليمي والسيطرة على العرب وبخصوصا الخليج. وهناك بعد نفسي لا تنسى، إذا استطاعت إيران تمرير هذا الكلام والذي يقع في مسامع السعودية ودول الخليج أن إيران تستطيع أن تمول رغم العقوبات الاقتصادية والعقوبات العسكرية والضغط الغربي عليها، واستطاعت إلى الآن البقاء وتمرير سياساتها في المنطقة، وليس في المنطقة وإنما تجاوزت كما تفضلت أخي الكريم حدودها إلى باكستان وأفغانستان، هذا بحد ذاته إرهاب نفسي، هجوم نفسي على هذه الدول، بحيث هذه الدول الآن تفكر مدى القوة التي وصلت إليها إيران وهل نستطيع مجاراتها أم لا. طيب، الغريب دكتور كنعان، وعذرا مرة ثانية على المقاطعة، نريد أن نستفيد من وجودك معنا، يعني عشرات الجنود من تركيا قامت عليهم الدنيا ولم تقعد في العراق، وحتى تدخلت بعض الجهات الدولية، طلب من تركيا أن اسحبيهم حتى ينتهي هذا الآن. وأنا الحقيقة أثناء بحثي في هذا الموضوع فوجئت بأنه لا توجد ردود دولية لا قوية ولا ضعيفة حيال هذا التصريح. هذا تصريح من قائد إيراني كبير يعترف لأول مرة بأنه لإيران 200,000 مقاتل خارج بلاده ولا يوجد رد دولي. ما الذي يعنيه لكذلك؟ هؤلاء المقاتلين 200,000 مقاتل الموزعة على هذه 5 دول أخي الكريم لن تجد عليهم ردود فعل دولية، لأنهم موجودين على تلك الأراضي بموافقة حكومات الدول. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، توافقت مصالح طهران مع مصالح الغرب، وبالتالي هنا لن تسمع أمريكا واشنطن وموسكو ينددون بمثل هذه الأفعال، بل على العكس تماما، هم يؤهلون إيران للعب دور أكبر، للعب دور البعبع المخيف لهذه الدول، لكي تستطيع أمريكا المحافظة على قوات التدخل السريع لها في المنطقة.
على العكس تماما، إسرائيل لم تعد قادرة على تمرير سياسات الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. وهنا موضوع آخر ولكن أنا أحب أن أشير إليه، إيران من 10 سنوات من 2006 الولايات المتحدة الأمريكية تهيئ إيران لتلعب دور إسرائيل في المنطقة، بل ما هو أبعد من ذلك. وهل هناك أفضل من إيران لهذا المرشح؟ هناك خلاف إقليمي، هناك خلاف على الحدود، وهناك أهم الخلافات ما بين إيران ودول الخليج، الخلاف العقائدي أخي الكريم. أختم معك بسؤال أخير دكتور كنعان. تفضل. إيران تتمدد، تعترف بصريح العبارة، لديها الآن فيما يشبه الإمبراطورية إذا ما تمكنت هذه القوات التي نشرتها، وقد تمكنت بالفعل، قد تمكنت بنظر الكثيرين من السيطرة على دولة مهمة في الأمة مثل العراق، تكاد تسيطر على سوريا، اليمن كادت أن تسيطر عليها، الآن تحاول ربما العبث في باكستان وأفغانستان. الآن سيقول العرب، وهذا هو سؤالي، سيقول العرب نحن الآن في حل من أي شروط أو مناشدات أو حتى قوانين دولية، سنحاول أن ننشر أيضا قوات. ولدى العرب الآن ما يسمى بالتحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب، ستعمل السعودية إذا ما فرغت من اليمن نشر قوات أيضا في سوريا وفي غيرها. هل نحن مقبلون الآن على صراع في المنطقة أخطر ربما؟ يعني سؤال كبير جدا ويصعب التنبؤ به، ولكن بمعنى أو بآخر إذا بقيت إيران في مشروعها الإقليمي والعدائي للعرب، نحن مقبلون على الأغلب على حروب كبيرة جدا وعداء كبير جدا ما بين إيران ودول الخليج. نعم قد أجزم أن هناك حروب كبيرة جدا إذا ما بقيت إيران تمرر في سياساتها وتعبث في أمن واستقرار هذه الدول أخي الكريم. نعم، وخصوصا السعودية. الدكتور إيران كنعان أستاذ العلوم السياسية كنت معنا من فيلادلفيا بالولايات المتحدة، نشكرك جزيل الشكر.